طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي الدكتور احمد بيومي كمان عشان نشوف فريق مازيمبي. زي ما قلت لحضراتكم مباراه صعبه اكيد على المستوى اللي اتكلمنا عليه خارج المستطيل الاخضر. جماهير متحمسه جدا، عندك رطوبه، عندك حراره، عندك ملعب ارتفيشال، ملعب نجيل صناعي بيكون يعني ما بيساعدش اللعيب قوي. كل ده على مستوى خارج البساط الاخضر. مع الدكتور احمد بيومي تعالوا نعرف كمان مازيمبي بيلعب ازاي، قوته ايه، نقاط القوه والضعف عنده ايه، ودايما بيشرفنا باحصائيات قويه جدا. نشوف معانا الدكتور احمد بيومي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن، نورنا ومشرفنا، سعيد دايما بتواجد مع حضرتك، دايما بتسعدنا بوجودك معانا. مفيش شك اتكلمت مع الكباتن ان مباراه بكره مباراه صعبه سواء على المستوى خارج المستطيل الاخضر ببعض التوترات، لكن كمان على مستوى الملعب، وده المهم جدا. محضر لنا ايه فريق مازيمبي؟ عوده قويه جدا بعد غياب فترات طويله عن البطوله الافريقيه، بيعود يواصل للمباراه قبل النهائي. طبعا زي ما حضرتك تفضلت يمكن المباراه يعني باي شكل من الاشكال مش هيكون فيها طبعا صعوبات كبيره. طبعا نتيجه حتى على المستوى التاريخي او المستوى الحاله الفنيه للموسم الحالي لفريق مازيمبي، طبعا هو من اكثر الانديه تاريخيا، ثاني اكثر الانديه حصولا على بطوله دوري الابطال طبعا بالتساوي مع فريق الزمالك طبعا 5 بطولات. ده تاريخيا، حتى المستوى الحالي طبعا في البطوله، طبعا احنا بنقول النهارده حتى خلال مشواره طبعا ما فيش اي هزيمه كانت على ارضه، ما دخلش اي اهداف في مرماه، فبنقول ان المباراه هتكون طبعا صعبه. بيشوبها طبعا بعض الصعوبات الاخرى خارج المباراه، بنتكلم في توقيت المباراه، بنتكلم طبعا زي ما حضرتك تفضلت بنتكلم على صعوبه الارض، طبعا الارض من جيل صناعي، فطبعا انت خارج من مباراه نادي الزمالك ففي صعوبات حول المباراه. صحيح. بس بقدر الامكان ان شاء الله ان النادي الاهلي ممكن ان هو خلال الجلسات الفرديه او الجماعيه اللي بتحصل مع اللعيبه، انت بقدر الامكان انت تستنفر عندهم الحته دي بحيث ان انت يبذلوا اكثر مجهود خلال المباراه بكره ان شاء الله، ويحققوا ان شاء الله نتيجه ايجابيه مع فريق مازيمبي. طبعا حتى خلال المواجهات اللي تمت قبل كده مع فريق مازيمبي 4 مواجهات حقق الاهلي فيه الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتهزم في مباراة وحيدة. ده بخصوص مازيمبي. خلينا برضو نشوف حتى على المستوى الفني الحالي لمازيمبي خلال الموسم الحالي على المستوى الأفريقي. لو استعرضنا المشوار الخاص بفريق مازيمبي هنلاقي ان هو خلال ال10 مباريات زي ما قلت لحضرتك ما فيش اي هزيمة من دور المجموعات، يعني بالظبط حتى في الدور التمهيدي ودور المجموعات والدور ال16 هنلاقي ان هو خلال ال10 مباريات ما فيش اي هزيمة، طبعا في هزيمتين من بنتكلم مع فريق سان داونز، ما فيش، وبرضو فريق بيراميدز انا بتكلم ما فيش اي هزيمة على الأرض. يعني خلال ال10 مباريات في المشوار الافريقي ان مازيمبي ما تهزمش ولا مره على ارضه، على ارضه، وحتى نفس الكلام ما دخلش اي اهداف على الأرض. دي نقطه مهمه جدا، طبعا حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في مباراتين، هزيمه في مباراتين خلال طبعا مع فريق بيراميدز هنا في القاهره، والاخرى كانت امام سان داونز في جنوب افريقيا. له 13 هدف وعليه 3 اهداف كلهم طبعا خارج ارضه، واحده امام سان داونز في جنوب افريقيا، واحده امام بيراميدز هنا في القاهره، والاخرى كانت امام جزر القمر، تمام، بطل جزر القمر، تمام، دخل فيه هدف برضه. بنتكلم برضه ان حتى لو كنا بصينا لفريق نادي الاهلي هنلاقي برضه كان ماشي كويس قوي في افريقيا، برضه بنتكلم انه ما دخلش مرمى غير هدف واحد، ما تعرضش اي هزيمه، فحتى في جاب ما بين او مشوار الاهلي افريقيا ومشوار الاهلي على مستوى المحلي. على المستوى المحلي. ده يمكن خاص بمشوار فريق مازيمبي، ممكن بقى نشوف طريقه اللعب. ما كنت هقول لك يعني مازيمبي واضح جدا ان عنده شكل تكتيكي بيقدمه بشكل جيد جدا خلال المشوار الافريقي. اهم مميزاته يعني طريقه اللعب اللي يمكن ما غابتش عنه خلال ال10 مباريات اللي فاتوا، كان بيلعب ازاي؟ طيب خلينا نمشي بتسلسل. اول حاجه نشوف المين فورميشن بتاعتهم، طريقه لعبهم. هو طبعا بيلعبوا ب4-3-3 بلعيب ارتكاز وحيد في نص الملعب اللي هو ألامابو. دوت في كل شكل حتى لو خارج ارضه بيلعب بنفس الطريقه، يعني نفس طريقه اللعب اللي بيلعب بيها على ارضه بيلعب بيها خارج ارضه. يعني نفس الكلام ده طبقه في جنوب افريقيا، يعني لما لعب هنا في مصر برضه ب4-3-3 مع اختلاف تطبيق 4-3 ما بين الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه. اكيد برضه لو بصينا برضه الصوره ثانيه برضه هنلاقي الصوره اللي بعديها برضه في خارج ارضه لما لعب، دي برضه 4-3-3، ده شكل ثاني منها، يبتدي ان هو يعمل ضغط عالي شويه، بيخش في ملعب الخصم، ما بيستناش ان هو قدام منطقه الجزاء عنده. برضه لو بصينا ان هو في طريقه ثانيه مثلا خارج ملعبه، هل هو بيلعب بيغير خطه؟ لا، هنلاقي ان هو برضه حتى في جنوب افريقيا لما لعب قدام سان داونز لعب برضه ب 4-3-3 بنفس الطريقه. فما بيغيرش. بتقول الشكل بيتغير اذا كان معاه الكوره او معهوش الكوره، او معهوش الكوره، حته ضغط عالي او بينزل يعمل دفاع كومباكت عنده فبيغير الشكل شويه، لكن في الاخر برضه احنا عندنا لعيب ارتكاز
ارتكاز واحد اللي هو بنتكلم اللي هو اولادابو اللي هو في ارتكاز نص الملعب اللي عليه السيركل الحمراء دي، تمام؟ ده يمكن طريقه اللعب. طب هيطبق بقى ال 4 3 3 ازاي؟ ممكن بعض الارقام التحليليه اللي بتدينا مدلول فني شويه. يعني نشوف ال 4 3 3 لو بصينا المعدل العام التحليلي خلال الثمان مباريات اللي عملها خلال الست مباريات دور المجموعات او المباراتين اللي في الدور الاقصائي، هنلاقي ان المعدل التحليلي بتاعه معدل التمريرات منخفض، بنتكلم بيعمل 407 تمريره منهم 293 صحيحه. ده في عرف التحليل ده يعتبر معدل منخفض، يعني حتى ما نقدرش نقول ان معدل جيد بالنسبه للتمريرات، فهو كاستحواذ هو ما بيعملش استحواذ كبير. برافو عليك. يعني برضه عشان نفسر الارقام دي للساده المشاهدين، ان فريق سان داونز مش معتمد بشكل كبير على البيلد اب، يعني هو عنده القدره انه ينقل الهجمه سريعا جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه من غير ما ينقل كتير في نص الملعب. يعني بالظبط الملحوظ بقى لان هو حتى في معدل العرضيات بقى مرتفع، معدل العرضيات مرتفع جدا، بنتكلم في 14 عرضيه خلال المباراه الوحيده، بنتكلم على معدل التصويب 13 تصويبه في المباراه الوحيده، ده كمعدل. فبنقول ان هو عنده القدره باقل عدد من التمريرات انه ينقل نفسه للناحيه الهجوميه ويقدر ان هو يهدد الفريق الخصم، وده يمكن تخوفي بقى على النادي الاهلي. صحيح. يمكن خلال المباراه الاخيره للنادي الاهلي هنلاقي ان هو اللي كان مسيطر فيها على المباراه او مستحوذ على المباراه، هنلاقي ان الاهلي مثلا قدام البنك الاهلي كان مستحوذ على المباراه وخسر المباراه، امام انبي مثلا اتعادل في المباراه، نفس الكلام امام الزمالك كان الاهلي مستحوذ على المباراه. مزبوط. في عدد التمريرات الشوط الثاني الكامل يعني بالكامل كعدد تمريرات كاستحواذ الاهلي هو اللي كان مستحوذ على المباراه، ولكن المباراه ما طلعتش بنتيجه ايجابيه. على النقيض مباراة الاهلي امام سيمبا سواء في الذهاب او العوده سيبنا لهم الاستحواذ، ومع ذلك الاهلي ان هو قدر يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز بالمباراه. فهنا بنقول ان الاهلي خلال الفتره الاخيره في عنده اندفاع هجومي على حساب التنظيم الدفاعي شويه. فانا اعتقد ان بكره يا ريت ان النادي الاهلي ما يبصش لحته الاستحواذ بس ويكون عنده اندفاع، لان الملاحظ خلال مع فريق مازيمبي ان هو حتى على ارضه بيسيب الاستحواذ الخصم، وده كان قدام فريق سان داونز قدر ان هو يسيب له الاستحواذ، كان استحواذ تقريبا 37% لفريق مازيمبي، ومع ذلك قدر ان هو يحقق هدف مع سان داونز ويكسب 1-0. نفس الكلام مع بيراميدز، كان هو سايب الاستحواذ لبيراميدز ومع ذلك قدر ان هو يحرز 3 اهداف. فاحنا بنقول النهارده ان انت ما تلعبش بكره على الاستحواذ ويكونش عندك اندفاع هجومي على حساب السيطره الدفاعيه. ده يمكن بخصوص المعدل التحليلي، وبنقول النهارده ان دوت شكل او اسلوب لعبهم. ممكن برضو نشوف ايه الجبهات اللي عندهم، هل الجبهه اليوم يعني من ضمن الارقام دكتور انت قلت تقريبا بيعمل 14 عرضيه في المباراه الواحده. بالظبط. وده عدد كبير. طيب من انهي جنب؟ يعني هل من الجنب اليمين من الجنب الشمال؟ برضو تعرفنا من خلال رؤيتك ومن خلال الارقام الشكل الهجومي لفريق مازيمبي. هنشوف الجبهات، يعني بنتكلم طبعا مبدئيا على الهدافين. عندنا طبعا عمر فوفانا محقق 4 اهداف هو الهداف بتاعهم، جلودي ليكوانزا دوت محقق 3 اهداف وصانع هدف، ده لعيب ارتكاز في نص الملعب. ده رقم 8 ولا مركز 8 بالظبط؟ بيميل دايما مركز 8 ولا رقم 8؟ مركز 8. مركز 8 بيميل دايما لناحيه اليمين شويه. أوكي. عندنا لو بصينا على العرضيات مين اكتر لعيب بيعمل عندهم عرضيات، اللي هو ابراهيم اكيتا الباك رايت بتاعهم عم بيعمل 25 عرضيه، ده كتوتال طبعا مش كمعدل في المباراه الواحده. طبيعي بالظبط. بس هو ده بيدل ان هو اللعيب الباك يمين الجبهه فين بالظبط، عنده جبهه هجوميه بشكل كويس. بالظبط. لو بصينا برضو مين اكتر لعيب بيعمل تمريرات جوه الملعب عندهم، برضو نفس الكلام ابراهيم اكيتا اللي هو الباك رايت بتاعهم. فبنقول ان الباك رايت عندهم هو اكتر لعيب بيعمل عرضيات، بيميل جنبه برضو اللعيب اللي هو مركز 8 بيميل ناحيه اليمين برضو. حتى لو بصينا لو هم طبعا احرزوا 8 اهداف، خلال الثمان اهداف دول اللي هم خلال دور المجموعات او الدور الاقصائي 6 اهداف منهم من كرات عرضيه. لو استعرضنا الصور هنلاقي مثلا الاول هدف مثلا 6 اهداف من ضمن 8 اهداف في من اول المجموعات لغايه الادوار الاقصائيه، وكلهم من الجبهه اليمنى. كله من الجبهه اليمنى. دي احد الاهداف طبعا كانت من الجبهه اليمنى. لو بصينا الصوره اللي بعديها هدف ثاني برده، ده في سان داونز برده، ده طبعا على في من الجبهه اليمنى، وده كان على ارضهم. على ارضهم مازيمبي طبعا. نشوف برضو الصوره اللي بعديها نفس الكلام، كان في عندنا اختراق من الجبهه اليمنى، نفس الكلام بيديله كره سلو باس، نفس الكلام بيعملها بالعرض من الجبهه اليمنى هدف. فبنقول النهارده ان خطوره او من الناحيه الفنيه احنا خلاص قلنا ان هم ما بيلعبوش على الاستحواذ، ولكن بيقدر ان هو يهدد المرمى باقل عدد من التمريرات. بنقول ان الجبهه اليمنى عندهم قويه جدا، بنتكلم على اخطر اللعيبه. لو استعرضنا ارقام مثلا لعيب وسط الملعب اللي هو ليكودي ليكوانزا اللي هو اللعيب الارتكاز رقم 8 او صانع الالعاب رقم 8 في 4-3-3، هنلاقي ان هو لعب طبعا عمره 25 سنه، عندهم متوسط الاعمار
متوسط الاعمار كويس جيد جدا، فهتلاقي عندهم الالتحامات والسرعات هتبقى متعبه للنادي الاهلي. الحته البدنيه هتبقى شويه هي اللي فيها الارهاق وليس البساط. مش هتلاقي فريق مثلا زي صن داونز بيعمل مساحات ضيقه وبيبتدي يمرر كتير وبيلد اب في نص الملعب ويحول الكره من اليمين، يعني يستحوذ بشكل اكبر شويه بالظبط، لكن مش هنلاقي دوت موجود عندنا. لكن هنلاقي التحامات، هنلاقي النهارده تهديد على المرمى بشكل كبير من كرات طوليه او من عرضيات. فزي ما بنقول ان اللعيب اللي هو جلوبي لكوانزا طبعا شارك في 10 مباريات، احرز 3 اهداف، صنع هدف، محاولاته على المرمى من ثاني اكتر لعيب منهم هو بيعمل محاولات على المرمى، لعيب رقم 8 اللي هو جلودي لكوانزا عامل 15 تصويب على المرمى منهم 10 على المرمى. ده بالادعى كمان من خلال يعني تحليلك كده، عندهم الجبهه اليمنى جبهه قويه جدا، ولكن كمان نسبه التسديدات عندهم قويه، عندهم ولد كويس بيلعب في مركز 8 اللي هو تقريبا بلاي ميكر، كمان بيسدد وبيهدف كويس. فانت عندك لو قلنا مشكلة أو عندك حاجة إيجابية بالنسبة للمازيمبي هو الطرف اليمين واللاعب رقم 8 في وسط الملعب. بالظبط. نيجي نشوف برضو أرقام المهاجم بتاعهم اللي هو طبعا نزل في الدقيقة عند جاب هدف في الدقيقة 90 في بترو أتلتيكو، كسبوا المباراة ب 2-1. طبعا جويل بيا، جويل بيا المهاجم بتاعهم عمره 24 سنة برضو لو نلاحظ نفس الكلام، متوسط أعمارهم منخفض بالظبط. عدد المشاركات 9 مشاركات، احرز هدفين، محاولاته على المرمى 17، ده اكتر لعيب عندهم بيعمل محاولات على المرمى. طبعا نتيجه العرضيات وهو طبعا بيبقى مركز مهاجم 17 منها 12 12 على المرمى بالظبط، حتى الدقه عاليه. طبعا يعني انت بتتكلم 17 محاوله منها 12 على المرمى، عنده نسبه تركيز عاليه، واضح ان عنده نسبه تركيز على الرغم ان هو ما بيتميزش بطول القامه يعني. يعني بنشكرك شكرا جزيلا، يعني اختصرت المازيمبي كمان في نقط كثيره جدا جدا اكيد هنناقشها طبعا مع نجومنا الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد عادل. دكتور بيومي بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكر حضرتك. توقعاتك ايه لنتيجه بكره؟ ان شاء الله ان شاء الله نكسب ان شاء الله، حتى لو 1-0 يبقى كده احنا خرجنا فل قوي بجانب ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا.